اوكي ديري ستودنت، السلام عليكم ورحمه الله طلاب يا احبابي، يعطيكم الف الف عافيه ان شاء الله. فيرست اوف اول، من اراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن اراد الاخره ايضا فعليه بالعلم، ومن ارادهما كليهما معا ايضا فعليه بالعلم. ولا ننسى احبابي ان ابواب النجاح هي الف اولها بالالتزام. Today ان شاء الله we are going to explain on page 79 صفحه 79 student book صفحه 79. We have exercise number 4 and 5 and 6 and 7 and سؤال 4 و 5 و 6 و 7 it's not included in the exam، مش دخلات في الامتحان، because they are speaking and listening، لأنهم هذولاك استماع وتحدث. There will be a question at itself، راح يكون في عندهم سؤال إلهم لحالهم. Today inshallah we are going to explain exercise number 8 on page 79 please. Let us read the question here. Work in pairs. Ask and answer the questions below. أجب واسأل عن هذه الأسئلة. Choose an answer from the box. اختر إجابات الموجودة في البوكس الأصفر. Use the past simple passive in your answers. إحنا بس راح نحله حتى يكون في عندنا شوي معرفة. Okay. We عندنا ليوناردو دافنشي، جون لويج بيرد، إمبرر شاه جهان، William Shakespeare, the Chinese, Alexander Graham Bell, Mozart, Gustav Eiffel, Thomas Edison, Fawaz Tuqan, Tim Berners-Lee, رفيق اللحام. اوكي خلينا نشوف. طبعا هذا السؤال مجاب هون، ولكن احنا فقط ايش نسوي؟ بدنا نقرا ونجاوب على السريع، وهي الاجابات اصلا باللون الاحمر والازرق حتى انا ايش اسهلها عليكم. بنحط الاجابات فقط جنب الايش السؤال، وما بدنا نكتب زي الكتاب A و B، لا، بس احنا ايش بدنا نحل السؤال على السريع. Who painted، من الذي رسم ذا موناليزا؟ اكيد احنا الاجابه هي مجاوبه، اللي هو بنحط هنا ليوناردو دافنشي، وهي الاجابه ليوناردو دافنشي مع واحد محلول. Number 2, who wrote the play Macbeth؟ مين كتب مسرحية ماكبث؟ أكيد ويليام شكسبير. إذا الإجابة تكتب ويليام شكسبير، بنشطب ويليام شكسبير من فوق. Okay. Who invented، من الذي اخترع the telephone؟ التلفون أكيد اللي هو جراهام بيل. إذا هي الإجابة the telephone was invented by Alexander Graham Bell. إذا هون Alexander Graham Bell. Great. Fourth one, who painted the tree and moon؟ مين اللي رسم الشجرة مع القمر؟ اللي هو رفيق لحام. إذا هو رفيق لحام، رفيق لحام مع exercise number 4. Number 5, who invented the television؟ مين اللي اخترع أو أنشأ التلفزيون؟ اللي هو أكيد جون لي بيرد، تمام، لويجي بيرد. إذا جون لويجي بيرد، إذا هي إجابة هي الثانية، جون لويجي بيرد. طيب تمام. Who built the Taj Mahal؟ مين اللي بنى تاج محل؟ أكيد اللي هو الإمبرور صاح جهان، تمام، اللي هو الإمبراطور صاح جهان. أوكي إذا هذا الآن أجاوبناهم. إذا في عندنا جان الويجي بيرد مع رقم 5، تمام، مع رقم 5، تمام، إمبرور صاح جهان مع 6th one، وليوناردو مع 1، ويليام شكسبير مع 2، تشاينيز مع جراهام بيل مع 3، جوستاف إيفل، توماس إديسون، فواز طوقان، نعم في عندنا رفيق لحام مع 4. هذا ايش باللون الازرق، لان ننتقل للون الاحمر راح يكون اصلا اجاباتها باللون الاحمر، تمام. طيب ممتاز. الان Who composed the opera Don Giovanni؟ مين اللي اخترع اللي هي الاوبرا، اللي هي موسوعة الاوبرا، اللي هو موزارت. اللي هو مين؟ موزارت. إذن هاي رقم 1 من اللون الأحمر. Who wrote the novella، تمام، The Merchant and the Bird؟ مين اللي كتب اللي هي النوفيلا، تمام، تبعت The Merchant and the Bird، اللي هو فواز تقان، اللي هو فواز تقان، اللي هي نمبر 2. Who invented gunpowder، تمام، اللي هو the Chinese، نعم the Chinese مع number 3. Great. Who invented the electric lamp، مين اللي سوى اللمبة الإلكترونية، اللي هو توماس إديسون، إذا مع 4. Great.
Who invented the World Wide Web? مين اخترع اللي هي الشبكة العنكبوتية تحت الانترنت؟ اللي هو تيم بانرلي اللي هي نمبر 5. Last one, who designed, مين يصمم the Eiffel Tower اللي هو برج إيفل؟ الإجابة اللي هو جوستاف إيفل. ممتاز اللي هو هاي رقم 6. Great. إذا ننطي الإجابات بس جنبهم, ما في داعي نكتب زي كتاب ما هو كاتب, احنا بس نكتب من باب المعرفة. Exercise number 9, it's VI question, إنه سؤال جدا جدا مهم اللي هو سؤال talking about writing. Write the fact file, اكتب ملف about your favorite artist, عن فنانك المفضل, and الانفنتر المخترع تبعك المفضل. You can use some of the examples in exercise number 8. ممكن تستخدم الأمثلة الموجودة في سؤال رقم 8. You can say Leonardo da Vinci, John Luigi Bird, Emperor Shah Jahan, William Shakespeare, البدخيه. Okay, you can choose. نعم, هنا هذا السؤال obligatory, هذا السؤال إجباري, إجابته إجبارية على جميع الطلاب. بتمنى إنك تكتب fact file, إنك تكتب ملف عن هذا الرجل. تمام. Now move on to page 80. انتقل لصفحة 80 على السريع طلابي أحبابي. ممتاز, نكبر شوي الصورة حتى إحنا نكون واضح لجميع الطلاب, لأنه في طلاب اعترضوا على الوضوح. طيب, read the article about the Jordan National Gallery. اقرأ هذه المقالة عن المعرض الدولي الأردني الدولي of fine art, للفن الراقي. إذا المعرض الدولي الأردني للفاين آرتس معناها للفنون الراقية. تمام. What is special about it, ما هو الشيء المميز فيه؟ راح نعرفه من خلال النص. Which word are connected to the art, أي كلمات التالية تمام متصلة أو لها خص في الفنون. Check the meaning, نشوف المعاني. وهذا السؤال مطلوب إنجليزي عربي, ومهم جدا نشوف على الدفتر المعاني. Gallery معناها معرض, gallery معرض. Fine arts معناها الفنون الراقية. Patron معناها كفيل أو راعي, واحد برعى حفل. Magnificent معناها رائع أو مذهل. Promote معناها يطور أو يشجع. Great. Poetry معناها الفخار. Contemporary معناها معاصر يعني حديث. Remote معناها بعيد. Display معناها عرض. Curate معناها قسيس. تمام. Curate معناها اللي هو نحكي هنا رعاية أو راعي أو كفيل. تمام. بتيجي معناها طبعا قسيس يعني ترى. تمام, بس هون معناها راعي أو قسيس. أوكي, خلينا نشوف. Now في عندنا هنا a big title and a big text, يعتبر من أكبر التكست موجود عندنا في كتاب, يعني عن جد كبير. خلينا نشوف الآن استخراجات والأسئلة ممكن تيجي عليه. Jordan National Gallery of Fine Arts, هاي كلها تترجمتها معناها المعرض الأردني الدولي للفنون الراقية. المعرض gallery معناها معرض الدولي national, جوردن الأردني المعرض الدولي الأردني الأردني الدولي للفنون الراقية. Fine arts الفنون الراقية. خلينا نشوف. If you visited a country, إذا أنت زرت, لاحظ أنه if close عندنا. تمام, لاحظ معي if إجي وراها verb 2 والشق الآخر would's at verb 1. If you visited a country, إذا أنت زرت بلد. To learn للتعلم. تمام, to learn معناها للتعلم. Mainly معناها بشكل أساسي. About its culture, عن ثقافته. إذا its عادة عمين على الدولة اللي أنت تتعلم إيش الثقافة تبعتها. That would be a cultural tourism, هذا ما يسمى بالسياحة الثقافية. Cultural tourism. الآن من أول جملة تمام في عندنا هنا كلمة culture, it's a noun, it's divided to أو it's derived for تمام أو to cultural. يعني لو جاء سؤال
find out استخرج كلمتين مشتقات من بعض. نعم عندنا هنا culture noun عندنا cultural its adjective. اوكي هذا السؤال للكلمات المشتقة من بعضها البعض. طيب تمام. That would be cultural tourism. ذلك ما يدعى بالسياحة الثقافية. The best places الأفضل الأماكن to start finding out أفضل الأماكن للبدء في finding out استكشاف finding out استكشاف أيها finding out أول إشي هاي phrasal verb. حلو الكلام هاي phrasal verb وكمان معناها استكشاف. Great. إذن أفضل الأماكن للبدء باستكشاف about a Jordanian culture عن الثقافة الأردنية are the museum and galleries in Jordan اللي هم المتاحف والمعارض. إذن لو جاء سؤال في امتحان there are two places to finding out to start finding out about Jordanian culture. ايش هي؟ write down اكتب two of them اكتب اثنين من هذول ايش الاماكن. واحد اللي هو مين الميوزيوم. شو يعني ميوزيومز اللي هم مين المتاحف الميوزيومز. Two gatherers. هذا السؤال حطوه عندكم عن دفتر إن راح أمسحه هسه ما راح أطول فيه. أوكي. إذن أفضل الأماكن للبدء في الاكتشاف عن أو الاستكشاف عن أفضل الأماكن الثقافية الأردنية أو الثقافة الأردنية هو المتاحف والمعارض في الأردن. They can give a tourist ممكن أن يعطوا السائح ذي عادة عمين على الجاليريز and museum. إذن أول they في سطر أريد أجيكم سؤال كمان شوي في سطر ثلاث تعود على مين على museums and galleries. great. طيب ممتاز. they can give a tourist a good idea ممكن أن يعطوا فكرة جيدة. good idea معناها فكرة جيدة للسائح about art in this country عن الفن في هذه البلد is this idea على country and how it has developed وكيف تم تطويرها over the years عبر السنوات عبر السنوات. اتعادة عمين هون على الارت. الاتعادة وين على الارت. هني راح اعلمها باللون الازرق الات هاي عائدة على الارت. اوكي اذا الفكرة الرئيسية للنص هذا انه بيحكي عن انه انت اذا بتتعلم عن ثقافة احدى الدول يجب ان ايش يكون هذا بسموه سياحة ثقافية. وأفضل الأماكن للتعلم الثقافة الأردنية هي المتاحف والمعارض. طب شو وظيفة هذه المعارض والمتاحف؟ It's give you تمام It gives you a good idea about art تعطيك فكرة جيدة عن الفنون في هذا البلد وكيف تم تطويره خلال السنوات. وفي عندنا هذا السؤال متوقع تمام وفي عندنا الاستخراجات اللي استخرجناها هذه جدا جدا مهمة. طيب نمسح هذا السؤال سامح كتلكم هذا السؤال اكتبوه على السريع ممكن ترجع الفيديو لورا ما في عندنا أي مشكلة بإذن الله. طيب نغير اللون للفقرة 2. One of the most magnificent places واحدة من أكثر الأماكن روعة وإذهالا for لي الارت exhibition للمعارض الفنية In Jordan, it's the Jordan National Gallery of Fine Arts. أكثر الأماكن روعة للمعارض الفنية Art Exhibition معناها المعارض الفنية في الأردن هو إيش؟ المعرض الدولي الأردني للفنون الراقية وهذا عنواننا أصلاً. إذا كل كلام راح يكون عن مين؟ عن the Jordan National Gallery of Fine Arts. اللي هو المعرض الأردني الدولي للفنون الراقية. It was opened وقد تم افتتاحه. اللي هي عادة عمين اللي هو على ليش على هذا المتحف اللي هو the art the National Gallery of Fine Arts. تم افتتاحه in February في شهر شباط شهر 2 in 1980 في عام 1980 CE by the Royal Society
بواسطة مين؟ الجمعية society معناها الجمعية الرويال الملكية، الجمعية الملكية للفنون الراقية and its patrons، وهي الراعية وقد تم رعايتها. رعاية مين؟ الاتس عادة عمين على الفاين آرت of society the national gallery of fine arts، وتم رعايته تمام. والراعين كانوا his majesty صاحب الجلالة the late king الملك الأخير أو الملك الحسين and her majesty وصاحبة الجلالة الملكة نور الحسين، يعني زوجة الملك حسين رحمه الله. أوكي، إذن الفكرة الرئيسية في هذا النص who is the patrons، مين هو اللي كان الراعي؟ the majesty of king حسين and her majesty queen نور الحسين. And we saw that the most magnificent places for exhibit art، أكثر الأماكن روعة بالنسبة للفنون هو إيش؟ The Jordan National Gallery of Fine Arts. طيب مين افتتحه؟ الجمعية الملكية للفنون الراقية. Great، ممتاز. سطر 10. The gallery، هذا المعرض اللي هو المعرض الدولي الأردني، contains معناها يحتوي على extremely valuable تمام paintings، يحتوي على رسومات ثمينة extremely جدا. إذا يحتوي على رسومات paint valuable معناها ثمينة، معناها إيش؟ ثمينة. sculpture منحوتات and poetry والفخار. إذا أشياء اللي الجاليري يحتويها ثلاث أشياء، شو هم؟ البينتينجز، وهذا السؤال راح نشوفه هسا. اثنين، في عندنا اللي هو السكالبتر. ثلاث، اللي هو إيش؟ اللي هو البوتري، اللي هو الفخار. ذو الثلاث أشياء ممكن نشوفها في المعرض اللي هو المعرض الدولي الأردني. that represent والتي، الذات تعود على مين؟ على الثلاث شغلات هذول، البينتينجز والسكالبتر والباوتر. الذات تعود عليهم، اوكي دير بالكم. والذات اذا تعود على البينتينجز والسكالبتر اند باوتري، والتي ريبريزنت، والتي تمثل بوث كونتمبرري اند اسلاميك ارتس، الفنون الاسلاميه المعاصره. تمام، اذا الفنون الاسلاميه كونتمبرري معناها المعاصره. تمام. Exhibitions، هذه المعارض at the gallery، في جوا المعرض contains تحتوي على works of art، أعمال فنية. works معناها أعمال، of art أعمال فنية. sculpture منحوتات and poetry وفخار. هذول الأشياء من جيات by contemporary Jordanian artists، بواسطة artists معناها الفنانين الأردنيين المعاصرين. الفنانين أيها هون، الفنانين الأردنيين المعاصرين. تمام. such as، مثل مين هم هذول الفنانين؟ تمام، عدنان الشريف وعليا عمورة. إذن two examples of Jordanian artists، فنانين أردنيين. واحد مين؟ اللي هو عدنان الشريف. اثنين، اللي هي عليا عمور. تمام، هذا شفت كيف طلعنا سؤالين. الجالر يحتوي على الرسومات والمنحوتات والفخار، وانه في عندنا انه هذا المعارض اللي في جوا المعرض تحتوي على ايش؟ اعمال فنيه ومنحوتات وباوتري اللي هي الفخار. تمام، وفي عندنا مين هاي الاشياء من اجت؟ من الفنانين المعاصرين الاردنيين مثل عدنان الشريف وعليا عموره. as well as artist، وكمان artist تحتوي على اشياء من فنانين from the Middle East، من الشرق الأوسط and all around the world، ومن جميع أنحاء العالم. شوف كيف يعني إحنا خلصنا ثلاث فقرات. Let us move to fourth paragraph، الفقرة الرابعة. خلينا نمسح اللوح شوي.
أتمنى كتابة الأسئلة للجميع. تمام، ممتاز، حتى الكل يشوف. تمام. A recent project، خلينا نرفعها شوي. تمام تمام، ونكبر شوي. ايوه ممتاز. بحكي لكم A recent project introduced by the gallery، آخر مشروع أو المشروع الأخير تم عمله بواسطة الجاليري اللي هو مين؟ المعرض الأردني الدولي للفنون الراقية في شهر ماي، تمام، في عام 2009. Is the program، إنه برنامج إيش؟ برنامج إيش نسميه؟ The Touring Museum. الآن Touring Museum معناها جولات سياحية أو متحفية، بس هون معناها إيش؟ المتحف المتنقل. تمام، هيها المتنقل. تمام، the purpose، الهدف او الغرض، الغرض او الهدف. purpose نفسها كلمة aim. ايش يعني aim؟ الهدف. ايش يعني purpose؟ معناها الغرض او الهدف. الهدف من هذا البرنامج اللي هو المتحف المتنقل، as its name، كاسمه، الـ its عادة عمين على Towering Museum. هيا بحكي لكم يا هسا الـ its، تعود عليها. its name shows، يعني ايش؟ يبين لنا اسمها. is the to promote، يعني promote، تطوير او تشجيع الفنون to people all over the world، لنشر الفنون لجميع الناس في جميع انحاء الاردن. all over Jordan. especially، وخصوصا those، اولئك، those معناها اولئك، who live in a remote places، اولئك الذين يعيشون، اللي هو عاد عمين على، هسه بنعرف عمين على البيبل هي، بس اي بيبل لازم يعرف، على الناس الذين يعيشون في الريموت بليسز، معناها الاماكن النائيه او البعيده. ممتاز. اذا كلمه ذوز تعود على مين؟ على البيبل هو ليف، والذين يعيشون ان ريموت اريا، بس او بليسز، عشان ليش نلتزم بالكتاب. تمام، دير بالكم عليها هاي. ممتاز. اللي هو عادة عمين على البيبل، اللي هو عادة على البيبل بشكل عام. تمام. Art workshops and displays، اعمال او يعني نسميها احنا art workshop، اللي هم كيف احكي لكم اياها، هاي المحلات اللي بتسوي اشياء الفنيه. تمام، and displays، والعروض of the main exhibitions، للمعارض الرئيسيه in the gallery are the main parts of the program، الاعمال الفنيه، خلاص هنسميها الاعمال الفنيه. الاعمال الفنيه والعروض هي ايش؟ المعارض الرئيسيه او الاشياء الرئيسيه في المعرض. تمام، وهي ايش؟ اهم نقطه او اهم اجزاء البرنامج اللي هو المتحف المتنقل. تمام، بحكي لكم the gallery is closely linked to the Jordan Association of Artists، بحكي لكم هذا المتحف او هذا المعرض is closely linked، مرتبط بشكل اساسي مع مين؟ to the Jordan Association Artists، اللي هي معناها جمعية الفنانين الأردنيين. طبعا اسف على الخط لانه ايش؟ القلم شوي ثقيل. تمام، بنحاول نصغر قد ما نقدر. تمام، هو اورجنايز، هذول الجمعيه اللي هو عاد عمين على Jordan Association of Artists، والذين اللي هم هاي الجمعيه اورجنايز، تنظم، اند كيوريت، يعني كيوريت، وترعى. تمام، ذا Touring Museum، المتحف المتنقل. اذا مين اللي بيدعمه ومين اللي بينظمه؟ اللي هم ذا Jordan Association of Artists، اللي هي جمعيه الفنانين الاردنيين. they aim، ويهدفون الى مين؟ هم they، اللي هم ذا Jordan Association of Artists، هيها. تمام، وهم يهدفون الى to make art available، ان يجعل الفن متاحا to everyone، لكل شخص،
and also to make sure وللتأكد أن الارتست أن الفنانين can be free to deliver يستطيعون شو deliver شو معناها إيصال المعل أو إيش إيصال their message اللي هم رسالتهم الذرعة دعمين على الارتست. طيب the association هذه الجمعية اللي هي جمعية الفنانين الأردنيين has recently held ساعدت مؤخرا the gallery المعرض to increase the number of exhibitions لإيش زيادة أعداد المعارض by female كيف بواسطة ال female artists الفنانات الإناث continues to set up conferences والاستمرار في تأسيس ال وعمل المؤتمرات conferences معناها المؤتمرات on the subject of Jordanian art and culture في على موضوع الثقافة والفن الأردني. So if you want to know more about Jordanian art and culture إذا بدك تعرف أكثر عن الفن الأردني والثقافة go to the Jordan Gallery to find arts اذهب go هنا هذا imperative verb فعل أمر تمام اذهب إلى المتحف الأردني للفنون الراقية هيك احنا بنكون انهينا شرح هذه القطعة كاملة تمام خلينا نشوف الأسئلة اللي عليها على السريع طلابي تمام تمام السؤال الأول بس احنا بدنا نصغر شوي ايوه ممتاز exercise number one Read the article again and answer the questions. What is the cultural tourism? ما هي السياحة الثقافية؟ هي الإجابة. Cultural tourism is when people visit a country for the purpose of learning about its culture. لهون بس الإجابة. سامحكم بالباقي. تمام؟ إذن هذا الحكي ما بدي إياه. تمام؟ إذن هي عندما الناس يزورون بلد آخر تمام؟ للتعلم عن ثقافته. أوكي. Exercise number two. What do the words in bolds refer to? على ماذا تعود الكلمات باللون الغامق؟ هيها كلها محلولات فوق وبرضو محلولات عندكم هون. زي سطر ثلاث the museums and galleries. Those تعود على people in Jordan. زي سطر 21 people in Jordan association of artists. تمام؟ إذا هذه الإجابات كلياتها. What did His Majesty the late King Hussein and Her Majesty Queen Noor the Hussein do? ماذا فعل كلا من صاحب الجلالة الملك حسين والملكة وصاحبة الجلالة الملكة نور الحسين شو ساووا His Majesty King Hussein and Her Majesty Queen نور الحسين supported دعموا the Jordan National Gallery of Fine Arts تمام صحيح ولا لا هناك معها كلمة إيش كانت عندنا اللي هي كلمة باترن نعم Exercise number four What does the gallery include ماذا يتضمن حكيناها اللي هي البينتينجز صح البينتينجز والسكالبتر وكمان اللي هو الباوتري صحيح وهي الإجابة هون عندك The gallery includes precious paintings, sculpture and poetry representing both contemporary and Islamic arts Exercise number 5 Describe the Towering Museum project in your own words صف المتحف المتنقل مشروع المتحف المتنقل في your own ideas تمام اذا احنا نحط هون ايش انه يعني بده يحط اجابته هي هالاجابه هيها الاجابه سطر 17 to promote نعم it's من عند the purpose من سطر 14 16 the purpose of the museum As its name shows, it's to promote the people all over the Jordan, especially those who in the remote places, لعند places. إذن من عند كلمة the purpose لعند كلمة places, okay? طيب ممتاز. إذن سطر 16 إجابة سطر 16 إلى سطر 18 as I think. What is the Jordan Association of Artists goal? ما هو هدف الجمعية جمعية الفنانين الأردنيين؟ إذن its goal to make art available هدفها أن تجعل الفن متاح للجميع الناس وأن تتأكد أنه الفنانين are free to express themselves أنهم حرين بالتعبير عن آرائهم وعن أنفسهم Seventh one What has this association already achieved ماذا حققت حكينا
ساعدت اللي هو المتحف المعرض الدول الأردني للفن الراقي إنه يكون عندهم إيش أول إشي إناث فنانات وإيش كمان وعملوا العديد من المؤتمرات الأردنية للثقافة والفن الأردني. هي إجابة. It has helped the Jordan National Gallery زي ما حكيت لكم to have more female artists إن يكون عندهم إناث فنانات ومعارض للعمل على الفنون وأسسوا الكثير من المؤتمرات عن الفن والثقافة الأردنية. Exercise number 8 is homework. سؤال رقم 8 homework واجب. Do you think the touring museum is beneficial أنه مفيد for people living in distant areas للناس الذين يعيشون في المناطق البعيدة؟ Why not؟ ليش وش وليش لا؟ تمام؟ هل باعتقادك أن المتحف المتنقل مفيد للناس اللي بعيشوا في المناطق البعيدة؟ ليش وليش؟ أول شيء تحط السؤال بتبلش ب I think that وبتكتب مثلا the towering museum is beneficial. هل هو مفيد ولا لا؟ اذا مفيد حط ايش is beneficial, اذا لا لا حطها isn't beneficial, وبعدين بتحط كلمة مثلا as I think is beneficial انه ايش مفيد, وبحط كلمة because السبب, بعدين بحط السبب تبعي اللي انتو تعتقدوه. طيب ممتاز. الان ننتقل لاخر سؤال اللي هو سؤال رقم 6. طبعا سؤال رقم 4 و 5 it's not included ما بدي اياهم. هذا السؤال it's optional اختياري, اجابته اختيارية. Can you design a new program؟ هل تستطيع ان تصمم برنامج جديد to promoting the artist movement, حتى انت تشجع اللي هي حركات الفنانين في الاردن؟ Write your plan and describe the process. بحكي لك اكتب خطتك ومن ثم صف العملية. Include answers to the following questions. نكتب بهاي احنا فقط. The name of the program, برنامج مثلا يخص الفنانين هاي اللي بحكي لكم. تمام؟ اسم البرنامج. The purpose, الهدف تبعه. ليش؟ The process, كيفية العمل. Difficulties, الصعاب التي تواجهنا واجهتكم في هذا السؤال. It's optional, سؤال اختياري وعليه 5 علامات. تمام, مشاركة إضافية. تمام, بتمنى من الجميع أن يكتب اسم البرنامج والهدف والعملية وكيفية العمل والصعاب اللي ممكن تواجهوها. وهيك احنا بنكون انهينا مادة الإنجليزي بالنسبة للستودنت بوك. الحصة الجاية إن شاء الله بنحاول نختم الورك بوك. ويعطيكم ألف ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله.